الطقس، تقلبات الطقس الواضح انها بقت جامده جدا، شديده، مؤثره. ما بقتش بس اخبار مهمه لينا الموضوع ده كبشر، لا، التغيرات المناخيه خلت المناخ يعني ايه، مش بس يأثر على الانسان، ده بيأثر على حاجات تانية. يعني الرياح بتيجي معاها رمال واتربه، والجو شديد الحراره ممكن يبقى معاه امطار رعديه، وده كله شفناه لما شفنا اليفط اللي وقعت، يعني بقى يأثر حتى على اعمال اقتصاديه، يفط وقعت وناس يعني عربياتهم اتأثرت. والحقيقه يعني واضح انه الجو مش بس كمان اثر على كده، لا، ده اثر على الزراعه بطريقه واضحه وصريحه، على مستوى الزراعه اللي اتاثرت بشكل واضح في الاسماعيليه لما العواصف وقعت جزء من المحاصيل الشجريه زي المانجا اللي حصل فيها خسائر كبيره في بعض المزارع. الهيئه العامه للارصاد الجويه امبارح والنهارده حذرت بشده من حاله الطقس بكره الاربع، وكمان بعد بكره الخميس هيبقى فيهم ارتفاع في درجات الحراره، بيوصل الارتفاع ده يمكن لست درجات، وممكن تبقى اعلى درجه حراره في فصل الربيع يعني أربع وخميس، ناخد بالنا يعني، لأن مش بس ارتفاع درجة حرارة، هيبقى فيه رياح محملة بالرمال والأتربة، المناطق الصحراوية والمكشوفة هيبقى فيها عواصف شديدة. خبراء الأرصاد بقى بينصحونا إن احنا نبعد عن الشمس، نشرب سوائل كتيرة، نقعد في أماكن فيها تهوية كويسة، وده بسبب التأثيرات الصحية للتغيرات الجوية اللي بنشوفها مؤخرا. تغيرات الحالة الجوية زي ما قلت في البداية بقت بتأثر على كل حاجة في حياتنا، صحة، زراعة، صيد، سفر، وممكن مع مرور الوقت نبقى محتاجين نراجع بقى الكود الهندسي للمباني، شاسيهات الإعلانات اللي مالية الشوارع، وحاجات كتيرة جدا محتاجين نتكلم فيها. طيب معانا على التليفون دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ. اهلا بحضرتك يا دكتور. ويعني عايزين نفصص بس شويه اللي بيحصل ده. اولا النصايح اللي حضرتك تقولها دلوقتي للمزارعين نتيجه هذه التقلبات الجويه الحاده. اهلا وسهلا استاذ انجي، ربنا يخليك. خلينا بس في البدايه نوضح حدود الحاله، حاله التقلبات المتوقعه ايه اللي هتبدا الاربعاء والخميس والجمعه يعني جزئيا. طبعا هو متوقع ارتفاع في درجات الحراره، وده طبيعي يعني في نهايه الربيع بتبتدي الاجواء تؤهل للدخول للصيف. ففي ارتفاع في درجات الحراره في خلال يوم الاربعاء والخميس، ويبتدي يحصل انكسار تدريجيا من يوم الجمعه، ولكن مصاحب لهذا الارتفاع وجود ايضا نشاط واضح للرياح. دائما وابدا في نهايه الربيع عندما ترتفع درجات الحراره يعني يتبعها حدوث ما يسمى بالمنخفضات السطحيه. فهي على طول يحصل رياح محمله بالرمال والاتربه من المناطق الصحراويه الجافه، وتبتدي تتجه ناحيه الداخل، ناحيه الوادي والدلتا، فيبتدي يحصل زي اللي حصل يوم الخميس اللي فات، ولكن ليس طبعا بنفس القوة. يعني الأربع والخميس ده أهدى شوية من الخميس اللي فات. ولكن في طبعا الحمد لله. طبعا رياح محملة. طالما حضرتك فتحت الخريطة وشفت ان اتجاهات الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، أعرف إنها تكون محملة بالأتربة، برمال الأتربة، لو سرعتها زادت عن 35 40 أو 50 كيلومتر في الساعة، وده المتوقع للأسف. ناخد بالنا المناطق اللي هيتركز عليها هذا الشكل من العواصف هي مناطق يعني الظهير الصحراوي الغربي، مناطق الواحات، مناطق غرب مصر الوسطى، المنيا وغيره، والقاهره يعني احتمال يعطلها جزء من هذه العواصف. الكلام ده يوم الخميس بالتحديد. يوم الخميس بالتحديد الناس تاخد بالها، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي او الحساسيه، يفضل تماما ان الفتره ما بعد الظهر لغايه المغرب ما يكونش فيه يعني احتكاك مباشر بالاجواء. يفضل ان الناس اللي في اشغالها مثلا على سبيل المثال يوم الخميس تستنى يعني لغايه بعد خمسه او سته على قد ما يقدرها، تكون الدنيا هاديه جدا عشان ما يطلعوش زي المره اللي فاتت. بس في نقطه مهمه دايما باكد عليها وركز عليها عشان الناس يفهموا اللي بيحصل. الدوله في الفتره الاخيره بدات تهتم جدا بالمحاور والطرق، وهذا الجهد المبذول في المحاور والطرق يمكن من اهم العوامل اللي خففت من الحمد لله من الاثار السيئه اللي كانت ممكن تترتب على العواصف. تخيلي لو يافطه وقعت
اللي وقعت على اكتوبر على كوبري اكتوبر وغيره، في لو الزحمه الموجوده قبل المحاور ما تسحب هذه الزحمه كانت بدل ما تقع على العربيه او اثنين تقع على 10 لا قدر الله او يحصل مشكله. فالمحاور والطرق اللي اتعملت سحبت جزء كبير من الحركه اللي داخل المدن، وده قللت من الاثار الكبيره اللي كانت. نصيحه ممكن حضرتك للمزارعين ايه؟ النصيحه للمزارعين في مثل هذا الوقت من السنه وانا في عز موسم الفاكهه المانجا المانجا والبوالح كل المانجا كل الفاكهه في مراحل مهمه اللي هي مراحل ان الثمره تبتدي تاخد الحجم بتاعها، دي فتره مهمه جدا. اوعى يكون الارض تحت الشجر ناشفه، اوعى يكون ناشفه، لازم يكون في ريه مهمه جدا الاربعاء صباحا او الخميس صباحا، واللي يروي بالتنقيط يروي على كذا مره، يعني يروي مثلا في حدود ساعه او ساعه ونص لو عنده امكانيه طبعا لكده، ويرجع يروي تاني على اخر النهار، ويبعد نوعا ما عن الري اثناء الظهيره او اثناء ارتفاع الحراره في الفتره بتاعت منتصف النهار، الا لو كان طبعا عنده ري بالطاقه الشمسيه فبيضطر يروي، لان ساعتها يكون اعلى كفاءه للطاقه الشمسيه في فتره الظهيره، وده الاستثناء الوحيد. بالنسبه للصوب الزراعيه الصوب لازم اشدد الاربطه على البلاستيك في خلال يوم الخميس، يعني من يوم الاربعاء اخر النهار ابتدي اتاكد كل اللي عنده صوب لازم اشدد على الاغطيه سواء كان بلاستيك او شبك في بالاربطه، ده مهم. اللي عنده الالواح للطاقه الشمسيه في برضه في مناطق الظهير الصحراوي يتاكد تماما انها مربوطه كويس او يجمل عليها بحيث لا قدر الله. سريعا ايه المحاصيل اللي ممكن تستفيد من الاجواء دي؟ لا والله الاجواء اللي لها علاقه بالعواصف الترابيه وغيره بتبقى اجواء في الغالب سلبيه، يعني لكن بالنسبه لارتفاع درجات الحراره في محاصيل بتستفيد ارتفاع منها؟ خلي بالك يا استاذه انجي، احنا في تقريبا في فصل الصيف، فالمحاصيل المزرعه كلها اسمها محاصيل صيفيه، يعني هي من طبعها انها بتتحمل حراره، الذره، الرز، الفول، الصويا، العباد الشمس، الزيتيه، الاعلاف الصيفيه كلها او الخضر الصيفيه، فكلها تقريبا بتتحمل ارتفاعات درجه الحراره، بس لازم يكون في احتياطي اللي قلت عليها، موضوع الميه، موضوع اضافه البولفيك مع الميه مهم جدا، بعد انتهاء الموجه لازم يبقى في رش اخر للاتربه، وامنع تماما ان حشرات تيجي على الاتربه لان هي بتيجي على الاتربه، يكون في رشات على يوم الجمعه او السبت ان شاء الله، رشات لكل الزراعات الموجوده على قد ما اقدر يعني. اشكر حضرتك دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. طيب